بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الرابع الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشكر كل من بيتابع قناة مستر عوض، أرجو ما تنسانوش باللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس. النهاردة نحل مع بعض صفحة 43 44 45 43 44 45. عندنا أول سؤال بيتكلم على test yourself، بيتكلم على unit 1. عندنا السؤال الأولاني زي ما انتم عارفين listen and write true or false. لازم الأول عشان نحل السؤال ده لازم نقرأ بسرعة. ها الجمل اللي عندنا تالية: is healthy. number 2 she plays video games. 3 on the weekend she walks on her grandma house. number 4 she doesn't like walking. بعد كده نسمع مني كويس اللي أنا أقوله ونبص على الجمل وعيننا على الجمل وأذنك معايا. يقول my name is Talia. I think I am healthy. I do a lot of sports. On the weekend I walk to my grandma's house with my family. I like walking because I can talk to my mom and dad. We can see the different houses and shops. أنا سمع ناس بيقول Talia is healthy. أنت قلتها يا مستر يبقى true. برافو عليك. She plays video games. لا طبعا ما قلتهاش، يبقى false. On the weekend she walks to her grandma's house. The true، انا قلتها. Number 4 she doesn't like walking. هي لا تحب المشي. لا ما قلتهاش، هي بتحب المشي عشان تتكلم مع المين؟ المام اند داد. ده بالنسبه للسؤال الاولاني. اما بالسؤال رقم 2 choose the correct answer. Number 1 farmers الفلاحون in my country في دولتي not chickens and cows. بيعملوا ايه في الدجاج والكاوز الابقار؟ plant يزرعوها ولا grow برضو بيزرعوا ولا بينمو ولا raise بيربوا ولا drink يشربوا؟ انا سمع ناس بيقولوا raise. برافو. number 2 I like chocolate. انا بحب الشوكولاتة. not candy والحلوة. دي كده أفادت الربط ما بين الجملتين، وهنا قلنا قبل كده إن الشوكولات و يبقى على طول and. number 3 my favorite fruits الفواكه المفضلة are bananas. طالما بنتكلم على الفروتس الفواكه يبقى على طول هنتكلم على الأونيونز البصل ولا chickens الدجاج ولا potatoes البطاطس ولا grapes العنب. grapes. برافو. number 4 I watered the seed every day. Not it didn't grow. It was dead. إنه ميت. قلنا إذا كانت الجملة الأولى بتفيد التناقض مع الجملة الثانية يبقى على طول نستخدم كلمة but. يعني but ولكن. نيجي على السؤال الثالث. السؤال الثالث بيقول read and complete. اقرأ وكمل. عندنا بعض الكلمات في المربع الأصفر زي ما أنتم شايفين: raise, farmers, grow, vegetables. My name is عمر. I am 9 years old. I live in a small village in Egypt. The nut in my village في قريتي grow different kinds of nut. The nut there is ولا farmers ولا grow ولا vegetable. أنا سمع ناس بيقولوا ها farmers فلاحون. The farmers in my village grow different kinds of أنواع من إيه؟ من الفاكهة ولا الخضروات؟ نشوف كده potatoes والأونيونز، يبقى دي كلمة vegetables خضروات. they also هم أيضا not animals بيعملوا إيه في الحيوانات؟ هنا خلاص خدنا vegetables خدنا farmers يبقى عندي raise و grow. يعملوا إيه في الحيوانات؟ يربوها ولا يزرعوها؟ أنا سمع الناس بيقولوا raise. برافو. نخش على السؤال الثالث. بيقول read and match. اقرأ ووصل. قلنا قبل كده لازم عشان نحل السؤال ده وناخد فيه الدرجة البرفكت لازم نقرأ العمود بقى كويس. رقم B بيقول A grow sugar cane. B some who doesn't lie يعني شخص ما لا يكذب. C some special food for us بعض الطعام الخاص لنا أو المميز. number D in دمياط. number E I don't eat candy. أنا لا أحب الكاندي. نخش كده على السؤال نمبر 1. بيقول نمبر 1 honest يعني honest أمين.
امين مينز معناها ايه؟ معناها ها اللي انا مش بكذب، اللي هي نمبر بي. رقم 2 دمياط او دمياطي تشيز، جو من دمياط، از فيموس، مشهوره جدا. مشهوره فين؟ ان دمياط، في دمياط. نمبر 3 بيقول ماي مام، امي ميد، صنعت لنا ايه؟ سام سبيشال فود فور اس، يبقى سي. رقم 4 I like healthy food، انا بحب الطعام الصحي وما بحبش الحلوى، يبقى 4. يبقى اصبح عندنا ايه؟ ملهاش توصيل. ونخش على السؤال نمبر 5، بيقول لك read the text، اقرا النص، and answer the question، وجاوب على هذه الاسئله. Alexandria is a big city، مدينه كبيره، in Egypt، في مصر. It is in the north of Egypt، انها فين؟ في شمال مصر. On the sea، على البحر. About، تقريبا. 5 million people، تقريبا 5 مليون شخص. Live in this part، في هذا الجزء of Egypt. I visit Alexandria، انا بزور اسكندرية. With my family، مع عائلتي. In the summer، في فصل الصيف. We go، بنذهب by bus، بالأوتوبيس. When we go، عندما نذهب to Alexandria، إلى اسكندرية. I swim، بسبح. On the beach، على الشاطئ. With my brother، مع أخواتي. And the sister، وأختي. Alexandria is famous for، مشهورة ب amazing beaches، بالشواطئ الجميلة الرائعة. And Alexandria library، ومكتبة الأسكندرية. Tourists، السياح like، بيحب to visit Alexandria governorate، محافظة الأسكندرية. Number 1 the text، النص ده is about، كان على دمياط ولا كايرو ولا Alexandria؟ Alexandria. Number 2 I visit Alexandria with my family، مع عائلتي. إن في فصل مين؟ الوينتر، الشتاء ولا سمر؟ سمر، الصيف. نمبر 3 Where is Alexandria؟ عشان نحل السؤال ده هنشطب أداة الاستفهام وندور في القطعة. Alexandria is، هو بقول لك أين اسكندرية؟ اسكندرية دي فين؟ أهو. It is in the north of Egypt on the sea. يبقى دي رقم كام؟ نكتب على رقم 3. نمبر 4 بيقول how many people، كم عدد الناس live in Alexandria؟ نشطب برضو how ونشطب many ونسيب كلمة people ده عشان ده اللي عايزها تمييز معانا. live in Alexandria، كم شخص بيعيش في اسكندرية؟ احنا قلنا كم شخص بيعيش في اسكندرية يا جماعة؟ حد يفكر؟ ها اهو، about، تقريبا 5 million people live in this part of Egypt، يبقى دي رقم 4. جميل. بعد كده السؤال الثالث نمبر 6 بيقول لك read، اقرأ the words، الكلمات، to make the correct sentence، لكي تصنع جمل صحيحة. عندنا كلمة farmers، الفلاحون. farmers raise، ده الفاعل ثم الفعل. بيربوا ايه؟ chickens، الدجاج. فين؟ in Egypt. كده أصبح ما عنديش ولا كلمة لسه ما كتبتهاش. كده الجملة الأولى نمبر 1 finished. نمبر 2 you، ده الفعل. فين الفيرب؟ well، you will، واللي دي بيجي وراها الفعل في المصدر، يبقى you will be. the next emperor، أنت الإمبراطور القادم. نمبر 3 what، لأداة الاستفهام بعد الفعل كده الفعل المسال. ودو، فين الفاعل؟ farmers. فين الفيرب؟ grow، in دمياط. بعد كده سؤال البانكت ويت، علامات الترقيم. زي ما احنا عارفين في ناس كتيرة بتعمل بداية الجملة كابيتال ونشد تحتها خطين. لا طبعا، هي اصلا جايب لي بداية الجملة كابيتال، هكتبها زي ما هي. grow، cotton، القطن. in Egypt، Egypt دي دولة، يبقى لازم نعملها كابيتال. طيب دي جملة ولا سؤال؟ دي sentence ولا question mark؟ ده full stop ولا question mark؟ سمع ناس بيقولوا question mark، لا طبعا ده full stop. عندنا بعد كده بيقول لك write a paragraph، اكتب paragraph about، تقريبا 24، عن 24 كلمة، عن my governorate، محافظتك. احنا هنتكلم النهاردة عن دمياط، يبقى نقول دمياط
is my governorate هي محافظتي. أقول كمان I live in دمياط أنا بعيش في دمياط. دمياط دمياط is a beautiful city مدينة جميلة. نقول كمان farmers الفلاحون grow many vegetables الكثير من الخضروات in دمياط في دمياط. دمياطي تشيز جبن الدمياط. دمياطي تشيز جبن الدمياط is famous مشهورة in دمياط مشهورة فين؟ في دمياط. لو جينا نعد معانا الكلمات كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 بالظبط. نخش على امتحان مين؟ الأزهر. امتحان الأزهر سهل جدا في متداول الجميع. نمبر 2 نمبر 2 بيتكلم على read and complete the dialogue اقرأ وكمل المحادثة. Do you think هل تعتقد you are not astro do you think هل تعتقد انت ايه healthy صحي. Yes I do I do a lot of انا بفعل كثير من sports الرياضات. I think it's important to do sports. Yes, it's also important to drink a lot of water. بعد كده rearrange رتب هذه الكلمات لكي تكون جملة مفيدة. My mean my mom makes salads. Number two, Ali recleaned بيعيد تنظيف his bike دراجته. Number three, what ده أداة الاستفهام. طيب بس أداة الاستفهام دي ناقصة حاجة. What food ما هو الطعام. Do what food do we produce in Egypt. Number three, Chang اسم الامبراطور اللي احنا اتكلمنا عليه في الوحدة دي. Chang lived in China long ago. وبكده انتهينا من حل بيج 34 و 45 بشكر كل واحد بيتابع قناه مستر عوض وما تنسوناش باللايك والشير وتفعيل الجرس. ولو في اي تعليق او تحب ان انت تضيف اي معلومه او تستفسر عن معلومه اكتب لي في التعليق وانا هرد عليك على الفور.